في وقت تعيش فيه الفئة الطفولية الأكثر هشاشة حياة ملؤها السعادة والهناء، تعيش فئة أخرى خارج أسوار المجتمع بعدما رمى بها القدر على حافة الطرقات وفي أماكن تخيل لك أنك في زمن غابر لمزاولة عمل يستعصي على الكبار، فما بالك بأطفال لا تزال أحلام اللعب والتمتع بتفاصيل هذه المرحلة المهمة من الحياة تراودهم. لحد الآن ما كاش أرقام رسمية لتحدد هذه الظاهرة خاصة في السوق السوداء، وما كاش دراسات أقيمت على هذه الظاهرة. إحنا الاستنتاج تاعنا مثلا خلال السنة اللي فاتت تسجيلنا لأكثر من 16,000 مكالمة لأطفال، تقريبا 40 منهم مشوا إلى سوق العمل. اقتحمنا عالما يطبق سريانه على فئة عمرية ينبغي أن تكون في الجانب الآخر من الحياة، وكسرنا طابوهات الصمت في هذا المكان، وعلى بعد 20 كيلومتر عن العاصمة فقط التقينا بحكيم ويوسف وآخرين، صبية أرغم على التحمل منذ الصغر. مجال دعنا باش تعاونهم ولا كيفاش؟ باش نعاونهم، مي مريضة بيبا رجلي هو مريضة معوقة معوقة، نغرس 300,000 في الشهر. تكفيك 300,000 في الشهر؟ ما تكفيناش ما تكفيناش، احنا شحال انا نفضل انا ستة ما تكفيناش. هناك نصوص قانونيه وحتى في قانون العقوبات وكاين متابعه جزائيه بالنسبه لعدم التصريح بالعمال، وهذا شيء موجود. لكن هنا انا مش نقول في هذا المجال، على الهيئات المعنيه تكثيف الرقابه على الخواص، يعني على كل من يستغل العمال سواء كانوا قصر او غير قصر. حالات حكيم، يوسف، أنس وإبراهيم ليست سوى نقطة من بحر لما تخبئه هذه الظاهرة في عمق المجتمع الجزائري، والتي تدق ناقوس الخطر لأطفال هم عمدة المستقبل.